حلقة جديدة من شؤون سقطرية نتناول فيها أهم وآخر التطورات والمستجدات وكذا الدور الذي لعبته مؤسسة خليفة بذريعة العمل الإنساني للسيطرة على أرخبيل سقطرى. أهلا بكم. البداية من كلمة حصرية ومهمة على قناة المهرية بثتها القناة في لقاء خاص لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية السابق أحمد الميسري، حيث حمل الميسري رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء في المحافظات الشرقية. وقال الميسري إن المجلس الرئاسي ومن خلفه الإمارات يعملان على الدفع بالمخلصين من أبناء الوطن إلى خارج مؤسسات الدولة لتمكين الميليشيا المسلحة من السيطرة على المدن اليمنية. رسالة الأخرى إلى المجلس الرئاسي أو ما يسمى بالمجلس الرئاسي الغير شرعي الذي جاء خارج إطار الدستور والذي جمع قادة الميليشيات والميليشيات، واليوم يجد الشعب اليمني أمام عينه أن الميليشيات تؤطر وتشرعن، والشرعية يتم دفعها دفعاً برجالها وعناصرها إلى الخروج خارج مؤسسات الدولة، وأقول دفعاً وليس اختياراً. ولهذا فإن رشاد العليمي وحده بحكم أنه رأس المجموعة التي أتى بها الإمارات والسعودية يتحمل المسؤولية كاملة عن الدماء التي سفكت في محافظة شبوة. رغم محاولة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات نفي صفة الإرهاب عنه واتهام الآخرين بها، إلا أن التقارير الدولية تؤكد ارتباط قياداته بالتنظيمات الإرهابية وتخادمهم معها. في المادة التالية نستعرض أبرز هذه التقارير. أهلا بكم. اعتادت قيادات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على اتهام الآخرين بالإرهاب ونفيه عنها، إلا أن التقارير الدولية تؤكد ارتباط المجلس بالتنظيمات الإرهابية وتخادمه معها. الخارجية الأمريكية في تقريرها الأخير عن الحرب ضد الإرهاب للعام 2020 اتهمت المجلس الانتقالي بالتخادم مع جماعة الحوثي والقاعدة وداعش وعرقلة جهود الحكومة الشرعية في مكافحة الإرهاب. وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية كشفت في تحقيق لها عام 2018 عن صفقة أبرمتها الإمارات مع تنظيم القاعدة في اليمن تضمنت انضمام 250 عنصرا من عناصر القاعدة إلى الانتقال. صحيفة الجارديان قالت في أكتوبر من العام 2019 أن ميليشيا الانتقال حليف رئيسي لتنظيم القاعدة، أن التنظيم الإرهابي استفاد من الفوضى التي شهدتها مدينة عدن ونفذ فيها عمليات قتل ونهب بعد سقوطها بيد الانتقال. المركز الأمريكي المتخصص في التنبؤات الاستراتيجية ستارت فورد قال في تقرير له ونشر في أكتوبر عام 2019 أن تصعيد ميليشيا الانتقال ضد الحكومة اليمنية في المحافظات الجنوبية خدم ميليشيا الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش. في سياق متصل قال نائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري في تصريح سابق له إن تحالف السعودية والإمارات يسيطر على الممرات المائية والجزر اليمنية من خلال الوجود العسكري وبطريقة غير قانونية. وأضاف جباري أن الحاصل في جزيرتي سقطرى وميون ومحافظة المهرة خير برهان على ذلك. وأكد جباري أن تصرفات تحالف الرياض وأبوظبي أفضت إلى تعقيد المشهد السياسي والعسكري والوصول باليمن إلى مرحلة ألا دولة، وأدت إلى تمكين الميليشيا المسلحة المناوئة للشرعية ودعمها بالمال والسلاح.
قالت منصة إمارات ليكس الإعلامية إن الإمارات تقاسمت النفوذ مع السعودية للسيطرة على الجزر اليمنية الاستراتيجية. وأضافت المنصة في تحليل حديث أن الإمارات كثفت وجودها العسكري في سقطرة وميون لحماية مصالحها الحيوية، مؤكدا أنها ما زالت حاضرة عسكريا واقتصاديا وسياسيا كسلطة إقليمية فعلية. وأشارت المنصة إلى أن سياسة تنمية الوكلاء المحليين بالنسبة للإمارات أدت لضمان سيطرتها على المواني والجزر والممرات التجارية اليمنية. رفضت قيادات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات التعامل مع القيادات الحكومية بعد زيارة لعدد من معسكرات الانتقال رفقة قيادات عسكرية وأمنية. وشددت قيادات الانتقال في أرخبيل سقطرة على ضرورة رفع علم الانفصال في مقرات الوحدات العسكرية والأمنية. وبحسب مصدر حكومي في الأرخبيل، فإن ميليشيا الانتقال المدعومة إماراتياً ترفض التعامل مع القيادات الحكومية المعينة بقرارات رسمية سابقة، وعاودوا العمل مع القيادات الموالية للإمارات. تواجه مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية طوال السنوات الماضية شكوكاً وانتقادات كثيرة حول طبيعة عملها الإنساني في محافظة أرخبيل سقطرة وحقيقة أجندتها ودورها الإغاثي في الأرخبيل. اليوم وبذريعة العمل الإنساني، الإمارات تحكم السيطرة على الأرخبيل. بالرغم من مزاعم بوجود دور إغاثي لمؤسسات إنسانية دولية، تتفاقم معاناة سكان أرخبيل سقطرة إنسانيا واقتصاديا بسبب الأحداث التي تجتاح البلاد. غلاء الأسعار وغياب الرواتب وتردي الخدمات وبعد الجزيرة وعزلتها جعل من الحياة أكثر تعقيدا بعد سيطرة ميليشيات الانتقالية الانقلابية على مؤسسات الدولة. تزعم السعودية من خلال مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنها قدمت مساعدات إنسانية لليمن بإجمالي أموال تفوق 18 مليار دولار حسب تصريحات وزير الخارجية السعودي، وهي أموال يشكك اليمنيون في حقيقتها فضلا عن التشكيك في أجندتها. الإمارات هي الأخرى أتت بمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية إلى جزيرة سقطرة بحجة العمل الإنساني، لكن أعمالها على الأرض أبعد ما تكون عن الأعمال الإنسانية، إذ تستولي على المؤسسات الحكومية كمؤسسة الكهرباء وتصدر تعريفة جديدة تثقل كاهل المواطنين، وتمتلك محطات للنفط والغاز ومحلات تجارية ومراكز للتموين الغذائي تبيع بأسعار مضاعفة. وقبل ذلك كله دعمت الانقلاب على السلطة المحلية وأشرفت عليه من خلال مندوبيها العسكريين الذين يعملون تحت لافتة الأعمال الإنسانية، واستقطبوا مرتزقة من خارج الجزيرة لتنفيذ الانقلاب على الشرعية ومؤسسات الدولة التي جرفتها من خلال أدواتها وميليشياتها الانقلابية تحت مسمى الإدارة الذاتية. قبل الانقلاب ضبطت السلطات الشرعية أموالا غير قانونية عبر المطار والميناء دفعت بها الإمارات إلى الجزيرة لشراء ذمم ضعفاء النفوس مقابل التخابر ضد السلطات المحلية. بارجات وبواخر بحرية إماراتية كبيرة ترسو من وقت لآخر في ميناء سقطرة باسم المساعدات الإغاثية، وسرعان ما اكتشفت السلطات المحلية حينها أن في طيات تلك البواخر المئات من الحاويات الضخمة لا يوجد بداخلها سوى الأسلحة والمدرعات والآليات العسكرية والتي ساهمت في العملية الانقلابية على الدولة. وحتى هذه اللحظة يستمر تدفق الأموال الإماراتية إلى سقطرة باسم مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية عبر مطار وميناء الجزيرة اللذين تسيطر عليهما الإمارات لشراء المزيد من أراضي المواطنين وإغرائهم ببيع ما يمكن بيعه من الأملاك والثروات الحيوانية والسمكية والآثار ونوادر الطبيعة التي لا تقدر بثمن. تذهب الأموال التي يفترض أنها لأغراض إنسانية إلى عمل آخر غير إنساني، مهما زعمت تلك المؤسسات الخيرية والإغاثية أنها تعمل لأجل الإنسان اليمني، سيما وأنها هي من تقود الحرب عليه منذ سنوات خلت.
احتفلت جمعية حديب السمكية بتكريم القيادات السابقة والصيادين البارزين للعام الإنتاجي 2021. وفي الحفل أشاد مدير عام المصائد السمكية في المحافظة أحمد علي عثمان بخطوة إدارة الجمعية الحالية في تكريم من كان لهم الفضل والتأسيس والتطوير. وأكدت القيادات في الثروة السمكية دعمها الكامل للقطاع السمكي وتنفيذ خطط عمل قادمة تعود بالنفع على الصيادين والثروة السمكية كونها رافداً أساسياً في رفع البنية التحتية للمحافظة وواحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يعول عليها الأرخبيل لتنمية موارده المحلية. في ذات السياق، كشف عدد من الصيادين في جزيرة سقطرى عن استحواذ مندوب الإمارات على كميات كبيرة من سمك الشروخ الصخري النادر والمعرض للانقراض بعد سماح ميليشيا الانتقال بالصيد الجائر عبر الطرق المحظورة. وأكد الصيادون أن عملية الاصطياد تتم بطريقة الشباك التي كانت ممنوعة في عهد المحافظ السابق رمزي محروس الذي ألزم الصيادين باتباع عملية الصيد بطريقة السخاوي التي تمنع الصيد الجائر للشروخ وتحافظ على الإناث بعدم اصطيادها. وأضافوا أن عملية الصيد الجائر متواصلة بتواطؤ من رؤساء الجمعيات السمكية والمسؤولين عن بيع الأسماك بعد صرف سيارات لهم من قبل مندوب الإمارات لضمان الحصول على المحصول السمكي الذي يعد مورداً سيادياً ورافداً مهماً لخزينة الدولة. كشفت مذكرة متداولة في وقت سابق تورط وزير الثروة السمكية والزراعة سالم عبد الله عيسى السقطري التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بالسماح لشركات تجارية باصطياد خيار البحر في البحار اليمنية وبكميات تجارية كبيرة تقدر بمليارات الريالات. وبحسب الوثيقة فإن التصريح الذي منحه الوزير السقطري لشركة أباصرة العالمية المحدودة جاء تحت مبرر عمل دراسات لصالح الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية دون وجود أي ممثل لهيئتي الأبحاث والمصائد البحرية. تواصل الإمارات الاستيلاء على الثروة الحيوانية في جزيرة سقطرى عبر عمليات الشراء والتصدير إلى الإمارات. وكشفت مصادر محلية أن مؤسسة خليفة الإماراتية تستمر في شراء المئات من الأغنام وتقوم بتصديرها إلى أبوظبي عبر سفن إماراتية. أكد مسؤول في السلطة المحلية بجزيرة سقطرى أن الإمارات تنفذ مهرجانات تستهدف التراث السقطري دون التنسيق مع الجهات المختصة أو الرجوع إليها. وأوضح المسؤول الحكومي للمهرجانات أن مهرجانات الإمارات تستبعد إشراك المختصين والمهتمين بالموروث الثقافي للأرخبيل وتشرك آخرين مقربين لها ليس لهم أي صلة بالتراث. وتقوم مؤسسة خليفة في الجزيرة بمهرجانات تستهدف التراث من خلال إقحام العديد من العادات والتقاليد الدخيلة على التراث السقطري هذا. وتقيم أبوظبي بشكل سنوي مهرجانات ثقافية في سقطرى تهدف من خلالها سلخ الجزيرة عن هويتها التاريخية. حذر خبراء في التراث من مخطط إماراتي يستهدف الهوية السقطرية وموروثها الثقافي العريق عبر المهرجانات التي تنفذها مؤسسة خليفة في الجزيرة. وأكد الخبراء أن تسمية المهرجانات بأسماء رموز أبوظبي يعد أكبر انتهاك للموروث السقطري كما يعد استهدافا للأرض والإنسان. وأوضحوا أن أبوظبي تتعمد دمج وإدخال موروث غير السقطري وخلطه بالموروث الثقافي لسقطرى حتى أصبح الكثير من المواطنين لا يستطيعون التفريق بين التراث الدخيل والأصيل.
زار شيخ مشايخ سقطرى عيسى بن ياقوت الشيخ صادق الأحمر للإطمئنان على صحته، ورافقه في الزيارة وكيل محافظة عمران الشيخ صادق أبو عوجة ومحافظ عمران السابق الشيخ كهلان أبو شوارب. ويرقد الشيخ الأحمر في أحد مشافي العاصمة الأردنية عمان بعد تعرضه لوعكة صحية. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي شؤون السقطرية، على أن نلتقي في حلقة جديدة مقبلة. إلى حينها دمتم في أمان الله.